للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من بيروت خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أهلا بك سيد أيمن. بداية لو تحدثنا عن هذه المزايا الجديدة التي تطرحها واتساب سيد أيمن. هلا هو كل الحكي دائما بيكون على فيسبوك وانستغرام وكيف في استعمال كثير كبير واستهلاك كبير لهالمنصات، بس واتساب يعني من اكبرهم، يعني فوق المليار مستخدم يوميا. يعني اذا بتقيس على حالك اكيد ما في نهار بيقطع غير ما تكون عم تستعمل واتساب تكرارا ضمن النهار. يعني وبهذا العدد الكبير من الناس الموجود فيه، في اشخاص عم تستعمله وهول، وفي مؤسسات كمان عم تستعمله لحتى تتواصل مع العملاء تبعولها. فاللي عم تعمله واتساب لحتى تجمع الاثنين، الاشخاص والمؤسسات، وكمان ليكون في عندها هي مردود مالي، عم تقدر تجمعهم سوا لحتى يعني اذا شخص بده يتواصل مع البنك تبعوله او اذا عمل يعني نوع من تجاره الكترونيه بده يسال عن المنتج اذا موجود اذا وصل، بيقدر يتواصل مع المؤسسه عن طريق الواتساب. والمؤسسة كمان تستفيد لأنه في كتير ناس تطلب منها تتواصل عبر الواتساب، بيكون يعني من نوع الناس اللي بيحبوا يتواصلوا عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره. فالمؤسسة بتستفيد أنه بتتواصل مع العملاء، وكمان هي بطريقة تنظيمها للمؤسسة ضمنيا بتقدر يكون عندها كذا شخص يعني عم بيداوم على استعمال الواتساب ليقدر يخدم العملاء على صعيد يومي وكمان في تطويرات عم بتكون ضمن واتساب عم يعملوا فيها تجارب بالهند، حتى اذا في منتج معين عم تتواصل مع المؤسسه فيه وانت حبيت المنتج حابب تشتريه لهالمنتج، فيك من ضمن الواتساب كمان تدفع. فعم يكون كل هالتحسينات جايه على واتساب. ولكن ايمن، يعني بالفعل واتساب هو منصه مجانيه، واليوم من البديهي ان تسعى الشركه الى ايجاد مصدر للاموال، يعني الى اي مدى برايك سوف يؤثر ايضا موضوع دفع الاموال على المستخدم العادي؟ يمكن نحن لن نتاثر، ولكن ايضا الشركات سيترتب عليها انه دفع مبلغ معين، كيف برايك سينعكس ذلك على المستخدمين؟ هلا موضوع المردود المالي كان صعب شوي على واتساب، خاصه بعد ما فيسبوك صارت هي تملك واتساب. كان في كثير حكي انه مثلا يمكن يكون في دعايات، كان من زمان قبل ما تشتري واتساب كانت واتساب عم تفكر تعمل دولار امريكي سنويا على الاشخاص. صحيح. فيلي وصلوا له هن هلا انه الاشخاص مش حيدفعوا، والمؤسسات في شطرين، في عندك المؤسسات الصغيره والمؤسسات الكبيره. المؤسسات الكبيره يعني بالنسبه لواتساب هن يعني البنوك، مؤسسه طيران، شركه التجاره الالكترونيه. المؤسسات الصغيره بتكون اصغر. هلا للمؤسسات الصغيره الحكي عم بيكون انه حيكون كمان مجانيا، يعني تطبيق وتفاعلات مجانيه للمؤسسات الصغيره. للمؤسسات الكبيره لانه حجمها اكبر وعندها استهلاك اكبر وبدها ميزات اكثر، حيكون في تكلفة لإلهم لاستعمالهم. وكمان في تكلفة تانية للمؤسسات مش بس ضمن واتساب. يعني أنا لما بشتغل مع المؤسسات عندهم يعني مع أدوات جديدة مثل واتساب بدهم مساعدة ضمنيا كيف بدهم هن يغيروا طريقة تواصلهم مع الناس. يعني هن بيعرفوا هلا إذا شخص فات على المؤسسة بيعرفوا يتواصلوا معه، إذا اتصل بيعرفوا يتواصلوا معه. بس في حال حدا سأل على واتساب بتعرف يعني العالم عودي بتسأل سؤال بيجي الجواب مع الأصحاب، وبيتوقعوا من المؤسسات كمان نفس الطريقة، بنسأل السؤال بيجي الجواب. فلازم المؤسسة ضمنيا تغير طريقة المعلومات اللي عندها، طريقة التواصل ضمنيا لحتى لما العميل بيسأل سؤال بيقدروا هن ضمنيا يسألوا ضمن بين بعضهم يعرفوا الجواب ويردوا بسرعة عند الشخص. فهيدي كمان في تكلفة بطريقة تانية، لأنه المؤسسة لازم تتطور أكثر ضمنيا لحتى تقدر أنه تستعمل أدوات مثل هيدي. طيب أيمن، يعني هل هذه الميزة الجديدة لواتساب ستؤثر على شكل واتساب، وهل ستصبح منصة إعلانية أكثر من أنها وسيلة محادثة اجتماعية؟ هلا عم يجربوا شغلة واتساب، لأنه في كتير ناس كمان عندها كان خايفة كان يصير بهالموضوع. المؤسسة ما فيها هي تتواصل معك قبل ما أنت تتواصل معها لحتى يحموا. يعني هذا هلا نحن بالايميل بالبريد الالكتروني بيجي كل يوم ايميل من مؤسسات ما بتعرفها بدها تبيعك شيء، واذا صار على الواتساب والواتساب يعني على تليفونك وبتشوفه دائما بصير يعني استعمالك للواتساب اقل، لانه بتعتبره خلص صار كله رسائل يعني ما مهمه لك.
فاللي عم تعمله واتساب انه المؤسسة ما فيها تتواصل معك كعميل غير اذا انت تواصلت معها، هيدي بتخفف من كمية يعني الاستعمال يلي منه مزبوط. ومش ممكن تأثر ولا بأي شكل على موضوع الخصوصية. هلا موضوع الخصوصية بضل صعب، بس كمان الناس بتلاقيها مرتاحين يستعملوا واتساب، يعني في كتير يعني مؤسسات تجارية لما بشتغل معهم أنا وبساعدهم بتسويقهم بتلاقي لما بيعطوا فرصة للشخص يتواصل معهم عن طريق الواتساب بتلاقي الأشخاص مرتاحين يستعملوا واتساب أكثر من الاتصال أو غير منصات معينة، لأنه معودين على شكل يومي كل يوم يستعملوا لواتساب فهن مرتاحين شخصيا. هلا على طريقة الخصوصية، لأنه في استعمال واتساب مع المؤسسة التجارية، المؤسسة التجارية رح يكون عندها معلومات أكثر عنك أنت، يعني رح يكون عندها معلومات أكثر يلي هي يعني عادة بأي وقت أنت بتتواصلي مع المؤسسة، شو المنتجات اللي عم تسألي عنها أكثر شيء، رقم التليفون، يعني حيكون في معلومات شوي زيادة ما كان عندي إياها المؤسسة، وواتساب عم تعملها بطريقة منظمة أكثر لتساعد المؤسسة إنها تنظم حالها بهالموضوع. طيب أيمن، يعني هذه الميزة ربما هي للشركات الصغيرة والمتوسطة، هل سنشهد الآن بعد هذه الخطوة ربما دفع أموال للأفراد العاديين؟ سيكون هناك تكلفة عند استخدامهم واتساب؟ هلا موضوع يعني واتساب للأعمال عم تاخذ وقتها فيه واتساب، يعني هني من 3 سنوات قالوا حيعملوا واتساب للأعمال وقالوا أول 2017 رح يكون موجود، نحن صرنا هلا يعني تقريبا باخر 2017 وصارت قريبه كثير بعدها ما وصلت وعم يستعملوها بالهند، لانه الهند يعني تقريبا 15% من الاستعمال الكبير تبع واتساب عم يكون من الهند، فبالمبدا يعني باخر السنه او اول 2018 رح تبلش هيدي الخدمه موجوده، فالواتساب اللي حتعمله هو حتراقب الاستعمال وتشوف المردود الميلي تبعولها، منه بتشوف انه اذا بيكون في تكلفه اكبر للمؤسسات او بيكون في طرق ثانيه للمردود الزياده لها. وبالنسبه لتطبيق ماسنجر ايمن، هل هنالك ايضا اي معلومات؟ لانه ايضا فيسبوك تسعى من خلاله ل يعني ايجاد مصدر يعني اموال، برايك ما الذي يمكن ان تقوم فيسبوك بتعديله على هذا التطبيق؟ هلا بنشوف نحن فيسبوك عندها وعي بالرسائل الفوريه، يعني باخر سنتين من جهه واتساب اللي بتملكها فيسبوك او من جهه ماسنجر اللي بتملكها فيسبوك عم تسعى ليكون في استعمال اكبر للاشخاص وللمؤسسات، فاللي عم تعمله هو عم بتحسن بسرعته لحتى الاشخاص تستعمله، عم تعمل تحسين ضمن التطبيق كستيكرز وغير طرق استعمال وتعبير ضمن الماسنجر لحتى الاشخاص تستعمله اكثر، وكمان للمؤسسات عم تعطيهم ادوات اكثر، يعني مثلا في دعايه من دعايات فيسبوك، من زمان تبقى الدعايه انه بيحطوا هالدعايه اذا بدكم معلومات عنا هدر عن تليفوننا حكونا او تواصلوا معنا. عملوا نوع دعائي معين فيسبوك انه اذا حابين تتواصلوا معنا اضغطوا على الزر بيفتح دغري ماسنجر فيك تتواصلي فوريا مع المؤسسه. فهيدي من الادوات اللي عم تعملها فيسبوك لحتى يكون في تسهيل للتواصل بين الاشخاص والمؤسسات، خاصة المؤسسات عم توعى أكثر، خاصة بالبلدان العربية عم توعى أكثر للمردود المالي اللي فيها المؤسسات تعمله عن طريق أعطاء خدمات أكبر عن طريق الإنترنت، يعني تجارة إلكترونية أو تواصل تاني لحتى يكون في تسويق أكثر ويكون في منتجات أكثر. لا نعم، شكرا لك أيمن عيتاني خبير تقنية المعلومات، كنت معنا من بيروت.